قد حل فصل الصيف حاملاً معه درجات الحرارة المرتفعة التي وبلا شك تؤثر على حياتنا بشكل مباشر كما سيارتنا، حيث تجبرنا درجات الحرارة المرتفعة على القيام ببعض الأمور وتجهيز السيارة للصيف لنحظى برحلات وطرق آمنة وباردة نسبياً. ويبدأ الجميع بالبحث عن طرق زيادة برودة مكيف السيارة إلى جانب القيام بأمور أخرى تخدم الهدف ذاته. لكن قد يغفل البعض أن درجات الحرارة المرتفعة قد تتسبب بمشكلة لا بل بكارثة أحياناً، والحديث هنا عن حرائق السيارات في فصل الصيف التي ترتفع أعدادها وتحدث بلا سابق إنذار، وعادة ما تكون نتائجها وخيمة إن لم السائق يعلم بطريقة استخدام طفاية الحريق الخاصة بالسيارة وقبلها الإجراءات الواجب عليه اتباعها بهدف تجنب حرائق السيارات بشكل عام. لا شك أن أسباب حرائق السيارات في الصيف مختلفة ومتنوعة وقد يصعب حصرها، ولكن سنحاول قدر المستطاع الحديث عن أسباب اشتعال السيارات الأكثر شيوعاً. نبدأ الحديث عن سبب حرائق السيارات الأكثر أهمية وخطر في الوقت ذاته، وهو تسرب الوقود من خزان السيارة. لا تستغرب ذلك، فالأمر قد يحدث لأسباب مختلفة، منها القيادة على شوارع وطرق غير معبدة، ما يؤدي إلى ثقب بسيط غير ملحوظ في تنك البنزين، ورغم بساطته إلا أنه قد يكون سبباً في احتراق السيارة في الصيف مع درجات الحرارة المرتفعة. لذلك ننصح هنا بتفقد تنك الوقود ومنظومة الاحتراق في السيارة بشكل كامل بين فترة وأخرى، خاصة عند دخول فصل الصيف، وتجدر الإشارة إلى تلف خزان الوقود ما هو إلا واحد من أسباب رائحة البنزين في السيارة، التي وإن شعرت بأي منها عليك فحص السيارة بأقرب فرصة ممكنة. مشاكل كهربائية: لطالما ارتبطت الكهرباء بالحرائق، فهي توفر عنصراً أساسياً لها، ألا وهي الشعلة أو الشرارة اللازمة لنشوب الحريق. لذلك فإن مشاكل كهرباء السيارة تعد واحدة من أسباب حرائق السيارات في الصيف وباقي فصول السنة. قد يحدث التماس الكهربائي بالسيارة بسبب تلامس أقطاب وأسلاك السيارة إن لم تتم صيانتها بشكل جيد، أو بسبب مشاكل في بطارية السيارة وذوبان أسلاك السيارة وتلامسها. مشاكل في نظام تبريد السيارة: تتعدد أجزاء نظام التبريد في السيارة، لكن يعتبر الراديتور هو الجزء الرئيسي والأكثر أهمية، فهو المسؤول عن تزويد المحرك بالماء البارد لخفض حرارته والمحافظة عليها ضمن الحدود الطبيعية. وفي فصل الصيف تحديداً يجب أن لا يغفل تفقد ماء الراديتور بين فترة وأخرى، لأنه وإن نقص ستكون العواقب وخيمة، أبرزها ارتفاع حرارة محرك السيارة وربما احتراق السيارة في الصيف.